غادي ندير واحد لا تكنيك سميتو كات ريمش مصارعة، اللي هي كتطلق كومبا معاك، كتنطلق بحال هكا من البوزيسيون بوطون، تكون كنطلقو شي اسلاب و تيخصني في هاد الحالة هادي نقلبو باش نصور شي باش نسجل جوج النقاط. هذا مثلا اذا انا مثلا خصني مارك النقاط بصراحة، بحال مثلا حنا نمشي نشد تيشو القلم هنايا و يديا، غادي نقفل يديا و غادي نقلبو، غادي يكون سجلت جوج النقاط بحال هكا بكات ورينش. من هنايا نشد يديا، غادي نلوكي يديا، ممكن نديرها هكا، ممكن نجمع هادي، ولكن كتجيني بحال مثلا هادي قريبة معانا باش نشد. غير هو اللي خصك دير قبل ما دير كات ورينش تقلبو، هاي خصك سميتو تلوكي يدك مزيان، اما هكا على حساب هكا 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 هكا. المهم الاساس شنو هو انك من هنايا من هاد ليكوت هادو تزير عليهم مزيان، تزير بواحد الدرجه قاصحه الشيء اللي كيمكنك تحكم ليه في جسمو، الشيء اللي كيمكنو هو يدار عليه ضغط، حيت الا درت غادي ندور غادي ندير بريدج وغادي نقلب. هنايا نمشي نشد غادي نزير نقلب غادي نقلب هكا وغادي ندور، ملي غادي ندور غادي ندير بريدج باش ندور كامل. نجي هنايا نقلب 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 هنايا غادي ندير دابا غادي ندير بريدج بريدج مزيان ندفع باش نقلب كلشي ديك الزيت، نطلع بريدج ونقلب ونكون سجل جوج النقاط، ونكون سجل جوج ديال النقاط. دابا ملي غنبغي ندور ضروري خصني تكون ركبتي هنا من التحت، خصني تكون من التحت ملي غندور هنايا نمشي ندير هكا كنخسر الزين، ضروري خصك ركبتي تكون من التحت. الا مشيت تهدرتو الا مشيت تهدرت بحال هكا، الا مشيت تهدرت وما كانش ركبتي من التحت وكان بعيد عليا راه غادي يتبت هو في الارض وما غاديش تكمل ليا الدوره. دابا ندير بحال هكا، ضرب هنا ضرب هنا اشرف ضرب هنا دور دور بحال هكا، راه ما نقدرش ندور راه غيولي الطابل هو غادي يرجع بحال هكا راهو هاكم ما غاديش تقدر تقول واضح. خصني خصني كوبسي تكون من هنا من تحت، خصني تكون من هنا من تحت. باش دابا ملي غادي نبغي ندور ندفع لي زابو دي هنايا غادي ندير بريدج كلشي ندور راه الجهة كامل هنايا هكا غادي نبدا بالجهة نقلب جوا نعاودها بهذه الطريقة غادي نكون غنكون سجل جوج النقاط. سمع الطوب غادي يدي معايا هوب هاكا نكون سجل جوج النقاط في المصارعة. التكنيك الثانية وهذه التكنيك هذه ماشي ديال المصارعة انما التورتل وهي متعلقة بالامامي. غادي نجي ها بوزيسيون تورتل ماشي بحال بوتوم، ماشي بوتوم هادي تورتل متعلقة بالامامي حاليا. دابا ماشي على نقاط المصارعة في الامامي ملي تكون هنا في هاد الوضعية هادي ما عنديش شي نقاط اللي كيحفزوني، لا باساجات للظهر بحال الكرابلينغ سجل ندير كروشيات سجل خمسة النقاط ولا نقلب كي قلت لكم، ولا ما كاينش شي حاجة اللي تحفزني. اللي كيحفزني اكثر هنايا هو نحصل على واحد الوضعية اللي تمكنني نجيب الضرب، اللي تمكنني نكون مسيطر عليه وصافي. هذا هو اللي انا في بوزيسيون تورتل تنكون هنايا كونترولي، ملي تنضرب بحال هكا كنجبد باش ننزل نكسر ليها الوضعيه ديال التورتل. انا ملي غادي نهبطو هو غيبغي يرجع الوضعيه ديال التورتل غادي نكون ماشي ديك الشعر ديال خرجيه مساحه من هنايا فين خشي رجلي هنايا هو شي طيب خشي رجلي من هنا دورك واضح. شوف تخشي رجليا من هنايا تنكروشيها من هنايا وتنكون واضح تنكون شاد هنايا كونترول اليد. دابا انا هنايا
تي تمكن ديك الساعه نضرب غير هو هو الضرب غير هو دابا الضرب من هنايا فيه شويه ديال الريسك الا كنتي كتلعب ام ام اي فيها النقاط وفيها الانذار الا كنتي استريت ماشي مشكل بالعكس بوزيسيون زوينه فيها الضرب واعر فيها كودات ماشي صافي الضرب انا في ام ام اي رد بالك واحد الامر على حسب التحكيم والتنقيط راه كنتي كتضرب بحال هكا خصك تكون على بال على حيطه وحذر لان الا انت ضربتي هو قلب راسه وضربتي من مور راس راه تعرض الانذار وهو غادي يبقى يعرضك للانذار بهذه الطريقه هذه كل ما غادي يضرب مثلا نبغي نضرب هكا يقلب لي يعطيني الضرب راسه لا راسك هنا شي هنا عشان يبغي نضرب هنايا عاود يقلب لك راسه تقي جمع شوف فين ما نضرب مثلا يشوف الضرب خارج من هنا يقلب لك راسه واذا ضرب شي بحال هكا تعرض الانذار فهادشي شويه ريسك اذا ما اعتمدتش عليه بزاف وانما كنحاول نقلب على وضعيه اللي ممكن نجيب فيها الضرب في الوجه الشيء اللي كيحسب عليا النقاط الان شنو غادي ندير هاد الكروشي اللي هنا دركا غادي نهزو نزل الكروشي وغادي نحطو هنا نحطو عليه هذا هنا وغادي ندوز كامل ديك الجهه نتنقل كل ديك الشيء يعني انا ملي نتنقل تماك هو راه ما تيلقاش ديك الساعه ستابيليتي قويه وكنزلو زعما دابا انا كنكروشي فيه هنايا داك الكروشي درته هو اللي يمكنني انا نطيحو من هنايا كندير هنا جوج على واحد كندير جوج على واحد وغادي سميتو وغادي ندير دابا ندير تريونغل برجليه نهبط عندو لتحت تريونغ عاد رجل ونوصل هنايا جوج على واحد وحده غادي نبقى شاده والاخرى غادي نهز ندفع نوصل هنايا الشيء اللي يمكنني مع السبراول دافع بليونش اللي يمكنني نخرج الضرب بوزيسيون ديال الضرب وكنصلح حتى مع البلاكاج على الكاج ايضا تصلح حتى مع البلاكاج على الكاج هي كتكون قويه في الضرب ديالها عاوده قلنا هبط هبط كل شيء هكا هبط وراسي خصو يبقى لاصق عليه هنا حيت الا بغى يطلع يعاود يرجع يلقى صعوبه في الرجوع يلقى تقول عليه هو اللي تيجعلني شنو هبط هكا مع راسي لاصق هنايا هنا الشيء هنا تلقاني هنا ملي كيبغي يرجع يرجع ترجع ثقيل تيمكنني انني ندخل الكروشي تيمكنني انني ندخل الكروشي ندخل الكروشي كونترول اليد ندوز الكروشي الجهة الاخرى ندور لهاد الجهة انا وصلت لهنا نهبط تريونكل ندخل يدي من هنا نوصل نتبع عندي ونخرج الضرب هذا اخر مرة هكا يا وصلت التكنيك هذه ما يتعلق بالام ام اي الاولى كانت مصارعه متعلقه بمصارعه الثانيه تورتل متعلقه بالام ام اي ما قلبش على النقاط الا ما تقلب على البوزيسيون ديال الضرب اكثر اما فيما يخص التنقيط الا انا مثلا حصلت على الظهر وبغيت ندوز ديك الشيء ديال الكروشيات على شكل غرابلينغ باش ندوز الماتاريون نصيحه نقولها هذه حاول ما تفرش حاول ما تركزش عليها بزاف وانما خليها ما تركزش عليها بزاف وانما خليها حتى تيتعب هو بالضرب فالروند الاول ما تركزش على الجرافلينغ الروند الاول يفضل تركز على الباوند على البوزيسيون ديال الضرب وهذه من بعد راه ملي غتتعبوا بالضرب ديك الساعه ممكن ديك الساعه دوز الخدمه ديال الجرافلينغ شوف